احنا في التنس الطاولة بشوف ان احنا يعني دايما من خلال متابعتي متميزين افريقيا جدا، بنحقق المراكز على طول، دورات الالعاب الافريقية، بطولة افريقيا وما الى ذلك. ولكن بيختلف الامر لما يتعلق بالمنافسة عالميا. وصلت المركز الخامس في الاولمبياد اللي فاتت، فهل ده كان صدفة ولا كان نتاج تخطيط؟ بصراحة شديدة جدا ده كان صدفة. مش عايز برضو أقلل من الإعداد أو من الجهد، ولكن ما كانش فيه خطة إحنا ماشيين عليها من ريو دي جانيرو بتقول إن إحنا في طوكيو هنجيب المركز ده. فعشان كده ده خلى إجابتي إن أنا أقول صدفة. لكن أنا بشكل شخصي أنا عندي المدرب الفني بتاعي، عندي المدرب البدني بتاعي، ماشيين على إعداد بدني وفني عالي المستوى. الاتنين المدربين دول بالفعل حاصلين على ميداليات مع لاعبين أخرى كانوا هم ماسكينهم قبل كده. ما حدش بيجرب فيا، عارف يعني. المدرب اللي ماسكني دلوقتي الصيني هونج يو، ده توصل اللاعب الالماني ديمتري اوفتشاروف ان هو يوصل يكون رقم واحد عالم في 2017 ويتخطى الصينيين. فلما انا اتعاقدت معاه او بالبلدي خطفته من اللاعب الالماني، لان انا قدمت له عرض افضل، لان انا قدرت ان انا الحمد لله ربنا وفقني بقى عندي رعاة افضل، فده خلاني يبقى معايا افضل مدربين في العالم. دلوقتي يبقى منطقي لو اقول لك ان شاء الله ان انا بسعى ان يبقى فيه ان شاء الله ميداليه في باريس. ولكن كلنا بعمله مجهودات شخصيه. لازم النهارده يبقى احنا كلنا كتيم في مصر، وكتيم هنا معناها مسؤولين، معناها مدربين، معناها لعيبه اداريين، كلنا نبقى ماشيين في الاتجاه ده. لما انت بتقول ان احنا متميزين افريقيا، ده صح، ولكن المستقبل مرعب، لأن عندك أكتر من بلد يتفوقوا علينا في الناشئين والناشئات بمراحل، منهم نيجيريا. عند نيجيريا عندهم الفئة العمرية 18 سنة وتحت 15 سنة، بصراحة جديدة هم أفضل من مصر، وأفضل من مصر بكتير. هفاجئك بقى أقولك إن كمان عربياً أنت ما بقتش رقم واحد في الفئة العمرية الصغيرة، وده يعني خطر كبير قوي جاي. يعني النهاردة لو جيت استضافت أي مسؤول في تنس الطاولة وسألته أنت آخر بطولة عرب عملت فيها إيه؟ هيكون ده سؤال محرج بالنسبة له، لان احنا في العادي بيبقى احنا رايحين عندنا الميداليات كلها الحصاد بتاعها، واحيانا بتلعب انت الفاينل مصر ضد مصر. ما بقاش الموضوع ده خالص. دول زي ما شاء الله زي قطر، زي الكويت، زي السعوديه عندها فريق هايل تحت 18 تحت 15، وكمان البراعم تحت 12، لدرجه ان احيانا بيبقى المنافسه محسومه ليهم مش ليك، العكس تمام. فده كله بيقول ان المستقبل ما هواش بالشكل ان احنا بنحلم ان هو يبقى بيه.